نضلكم سلام. الله يسلمك انتي زاده، مرحبا بك عندنا في ليل. الله نضلكم. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا. شكرا. ميرسي على تأثير الله. صحة. صحة. شكرا لكم. والله غير صافا وانت واش راكي؟ ما تعبتيش في الطريق. صافا صافا الحمد لله. هيا نروح تروح معايا للكوزينه راني وجدت في الفطور. معك أمل من مدينة بوسعادة مقيمة هنا في ليل. ما عنديش بزاف ملي جيت هنا لفرنسا، عندي زوج بنات وعندي ولد ومعايا طبعا الزوج تاعي. وكما راك تشوفي راني مع التحضيرات تاع رمضان. احكي لنا أمل كيفاش تجوزي رمضان هنايا في مدينة ليل في فرنسا. شوفي صراحة أنا يا رمضان نفوته كما كان الجالية الجزائرية، بصح نقصاتو البنة تاع البلاد والأهل. بصح نحاول نخلقوا جو باش ما نحسوش بهذاك النقص اللي رانا عايشينه هنا في الغربة. أمل حكي لنا أنت، يعني قلتي لنا أنه هذا العام ما خدمتيش، العام الأولي ما تخدميش في رمضان، كيفاش تجوزي نهارك؟ شوفي العوام الأخرى كتجيني شوية صعيبة، مع كنت خدامة أنيماتريس وكنت فاتحة جمعية اللي نوكل فيها لإفطار الصائم، يعني الناس كامل محتاجة تجي تدي من عندي الفطور. هذا العام راني قاعدة في الدار، اللي راني رايحة إن شاء الله يا ربي يكون فيه نص عبادة ونص اللي يكون فيها الطياب، يعني راح نطيب كامل في جهة ولادي. هذا هي العام اللي راح نفوته وإن شاء الله يا ربي نفوته بالصحة والعافية ونخلقوا فيه الجو تاع رمضان كيما هنا كيما في البلاد. ما عنديش بزاف ملي جيت من البلاد وجبت صوالح تاع رمضان كيما تعرفي، شرب فريك اللي يسموها حنا في منطقة بوسعادة تشيشة، ولازم هذيك لي زيبيس التوابل كيما في الأكحال الفلفل الأسود وبالأخص اللفاح اللي نديروه للشوربة تاع فريك باش يمدلها هذيك البنة، دقلة تاع نور، أي حاجة كيما الفلون باش نديروه للسهرة. جبت معايا ثاني بقالات، يعني اشياء اللي ذكرني بريحه البلاد كامل جبتها معايا هذه المره. حكيتي لنا على الشوربه ثاني وقلتي لنا انتم في بوسعاده عندكم بهارات، يعني بهارات هو اللي زيبيس هذا تاع لفاح، لفاح هو اللي لازم ديريه في الشوربه، تيشه تاع افريكي كما حنا نقولوا، لو كان ما ديريهاش ما كاينش البنه لازم. وهو انايا نظن باللي فيه البسباس الكرويه وحبه الحلوى، هذه تقدري ترحيهم غير بشويه، تحبي تجيبيها ملحيه كيما هكذا، تحبي تجيبيها حب وانتي ترحيها وديري كل نهار بنهار باش تقعد لك هذيك الريحه. كيفاش انتي يعني كنتي قبل عامله واليوم كيش تخدمي، احكي لنا على يومياتك نهارك كيفاش يجوز كامل. نفوت نهاري تاع رمضان، اول حاجه نوض ولادي باش يروحوا يقراو، يروحوا للمدرسه، انا نقعد نقي الدار، ندير الميناج، نقعد نصلي شويه، نقرا شويه قران، ومن بعد كيعود قريب العصر نوض للكوزينه نتحزم ونطيب فطوري وننوع من البوراك من الشوربه من طاجين زيتون. وكل نهار واش ندير، يعني اليوم لا درت طاجين زيتون المره الجايه ندير طاجين جلبانه، لا درت طاجين جلبانه المره الجايه ندير بلا واحد اخر، هكذا باش تكون البنه وال يعني البنة وكل مرة ناكلوا حاجة جديدة. كيما هذه شربة تاع فريك اللي جبتها قلت لك من البلاد، نكرفش لها البصلة ونكرفش لها الثوم وحبة تاع طماطم واكيد طماطم المصبرة ثاني، ونديروها باللحم. حنا الشربة تاعنا ما نديروهاش بالدجاج، تاع رمضان نديروها باللحم، وهذاك البلا كيما نقولوا الابيض اللي نديرو فيه هذاك الدجاج، اما الشربة لازم تكون دائما باللحم. ونخلي عليه يطيب، بعد ما يطيب لي هذاك اللحم باش نعاود نزيد له هذيك التشيشه فليك تاعي، وندير لها اكيد لازم الكزبر، وكما قلت لك اكدي لي على اللفاح لازم نديرو لها، هذه هي. ولازم تجي حمراء، لو كان الشوربه ما تجيش حمراء ما شي شوربه. كيما في بوسعاده كل واحد كيفاش يدير، كيما اللي يدير التشيشه يدير معاها البوراك باللحم مرحي، ويدير معاه ثاني ايضا تاع الدجاج، بوراك بالدجاج، دجاج بالبطاطا، دجاج بالطون، دجاج حتى البوراك بالفرماج، يعني عندهم انواع تاع البوراك. يديروا كيما قلت لكم دائما نعاود يديروا طاجين الجبن، يديروا الدجاج محمر معاه بطاطا مقليه، يديروا طاجين الزيتون، طاجين الجلبانه، بزاف اطباق، يعني واش نهضر واش نخلي. والحاجه اللي في بوسعاده المميزه في رمضان واش هي، ديروا فيها مهلس صفيطي بعد الفطور نحرموا به كامل المعده ونديروا ثاني ديفون، ديروا المختومه، يعني ما ديروش على الفطور، ديروا بعد الفطور. لا بعد الفطور كشغل نحنا ديك السخفه بهوة المحار، ناكلوه بعد الفطور عادي، تشوفينا هاك حاكمين المهراس وناكلو كامل، نتلاحو في هذاك المهراس تاع الصفيطي. وكاين حتى اللي يدير المختومه المحاجب اللي نقولو عليها المحاجب، فوالا كاين ثاني بعد الفطور يديروها، وكاين حتى اللي يفطروا بها في الفطور يحطوها المختومه بين التلم والحب والحاجه الحاره، لازم نحطوها ثاني في الفطور. كيما الفطور هكذا الله يبارك، تعرفي رمضان يجيب خيره،
ما شاء الله يعني من مجاميعه من الحم من مصروفه من كل شيء دائما كيكون عندي زعما زايد وطيب انا الفطور بزياده راجلي يدير صحابو نعرف واحد بلي ما عندوش غير وحده وحده تكون تقرا يعني بعيده على الاهل تاعها وما عندهاش تاكل ديما ندي لها هكذا الفطور واش طيبت يعني واش طيبت ندي لها رمضان الواحد ماشي غير باش يديروا للماكله يديروا ثاني للصدقه لازم حنا كجاليه جزائريه هنا في الغربه نشوفوا واحد بدون اوراق نشوفوا وحده تقرا هنايا في الجامعه انسان مسن كبير ما عندوش ولاد ما عندوش فوالا سقسوا على الجيران اللي يكون الانسان قاعد وحده ما فيها والو حتى في يوم تديروا هذيك الماكله تربحي فيها لاجر يعني راح تربحي لاجر على زوج مرات انك وكلتي وانك في رمضان انا هذا الشيء اللي نديره يعني دائما كي نطيب دائما راه الماكله تاعي خرجت اذا ما خرجتش كما تقولي انت ندي عندي صحاباتي نعرضهم باش ندير لهم ديك اللمه والروح تاع رمضان يشموا ريحه تاع البلاد انا هما ثاني يعرضوني ونروح لعندهم باش الاجواء تاع رمضان نحاولوا نخلقوا اجواء تاع رمضان ونتعاونوا في بعضنا واش هي الحاجه اللي توحشتيها في رمضان في الجزائر يعني واش هي الحاجه اللي ما قدرتيش تنساها في رمضان الحاجه اللي ناقصه هنا بين الغربه هي الاهل اول حاجه الوالدين ريحه الوالدين ما كانش ريحه الاحباب العائلة الجو تاع رمضان الأذان تسمعيه يقول الله أكبر صاي تزي حبتك تاع التمر وتزي هنا تشوفي غير في الساعة ولا في التليفون هذه حاجة لما كيكونوا ملمومين تنفح لك أنك تاكلي ماشي هنا بالزربة الوقت يجري الخدمة ثم عندك الوقت تروحي للحمام ماشي كيف كيف الحوانت كامل مفتوحين ماشي كيف كيف أما عندنا حنايا لا في البلاد عندك الحمام بعد الفطور غير تكملي تزي كارتك وتروحي للحمام عندك الحوانت تكونوا كامل حالين تروحي تشري يعني كاين اجواء كاين فرق كبير في البلاد فيها بنا ولمه والعائله هنا كاينه غير الماكله كاين والو هذا هو الفرق اللي ما بيناتهم ها كلش واجد ما بقى لنا شوي اذان ونفطروا بالصحه مرام مجدولين هكذا نعيط لبناتي باش يعاونوني واش يعرفوا يعرفوا هذا تحط التمر يحطوا الكازوز هيا ماما راهو راح التمر حطيه في الطاوله وذوقي الشوربه تاع الناس بسعاده لانها الشوربه تختلف شوربه فريك في كل ولايه تختلف صح كل سبحان الله كل منطقه عندها البنه تاعها يعني طيبوها كيف بصح كل وحده والبنه تاعها كيفاش رايحه احنا تقريبا في الوسط يعني نعملوا يا ما تحريره ويا ما شوربه نعملوا الزرميسير تنخلطوا كل مره انا ثاني نديرها هذه تاع شوفي انا نديرها هذه تاع نخلط عندنا بابا 30 يوم 30 يوم لازم تكون شي شفرك حبه اذا لقى حاجه واحده اخرى يقول لا ما ناكلش وانا لا انا نوع ندير الحريره ندير شوربه ندير شي شفرك بصح بابا عندنا لا ولفنا بهذيك 30 يوم وما ننساوش لازم نديروا الكزبر للشوربه باش يعطيها هذيك البنه واللون هكذا شوربه بلا كزبر ماشي شوربه كما قلت لك العدس تاعنا نشعلها شمعه لهذيك الصغيره الصغنونه تاعي مجدولين حق ما صامت اليوم نهار كامل وصبرت صافا ماكش دايخه قولي صافا واش خاطر تهضر فوق شوربه بياضه شوفي كي تفطري وتاكلي نعطيك هذا زيدي تومي نعطيك هذا ساكته اوكي ما بقاش بزاف كما راكي تشوفي اليوم راجلي ما كانش ولدي ما كانش بصح جيتي انتي ونستيني يا ربي الصحه مرحبا بك ان شاء الله يا ربي يعجبك الفطور تاعنا وان شاء الله ما تكونش اخر مره تفطري عندنا مرحبا بك والله جيتي في نهارك يعني راجلي خدام ولدي ماهوش هنايا الاقل انت يا تونس بيناتنا اي بنات ما بيناتنا يا ربي الصحه يسلمك ميرسي يا
تمرمره هيا سمي بسم الله هيا شوفي ها هو تمرمره نديرو معاه المكسرات زلابيه باش نشمو ريحه البلاد القلب اللوز. واليوم درت لك المحنشه ان شاء الله يا ربي تعجبك. مرحبا بك عندي والله غير فرحت. ما فرح كي تكون بنت بلادي معايا هكذا في الغربه تفطر عندي. كيفاش نقول لك داري دار اللمه دار العائله. نحب تكون داري هكذا فيها الناس من مومين نفرح قلبي يعني كيما نقول لك واسع للناس الكل. ما صابني كامل جاو فطروا عندي اليوم. ان شاء الله يا ربي ثاني ما تكونش اخر مره هاكي لازم نطوقي تاعي. يعطيك الصحه صحتك هكذا باش نفطنا من الصيام رانا دايخين. ما راه تشربي ماما عندك كبد سخونه عندك تحطي ايه وانتيا تشربي كحلوشة؟ لا لا قالت لي واش نعطيك نعطيك. شوفي كيما احنا في الصحراء واش نديرو نديرو تاني الفلوق ما ننساوهش اللي قلت لك جبتو من البلاد المكسرات وريحة البخور. نحب نقعد مع بناتي هكذا لكن الويكاند خليهم يسهروا معايا حتى نروح للسحور. اذا كانوا اللي قراو يفطروا ويروحوا يرقدوا ربي يحفظهم. اكيد تعرفي القرايه والغربه لازم عليهم يروحوا يرقدوا. كيما قلت لك انا نحب نخلق جو وماذا بيا كنصمتوا في البلاد. وحتى يعني التذاكر دوكا راهي شويه يعني في متناول الجميع نقدروا نشروها بصح الله غالب الظروف الاولاد يقراو كيكون الزوج تاعك يخدم يعني ما تقدريش تهبطي البلاد وتخلي الزوج تاعك كيما قلت لك الكريم كان راني ديتهم فرحت معاهم في البلاد وفرحت بميتي. ان شاء الله فرصه واحده اخرى نكونوا في البلاد نفوتوا رمضان مع الوالدين ان شاء الله يا ربي. والحاجه واحده اخرى ثاني نقولها ونعاودها دائما نحب نخلق الاجواء حتى وما رانيش في الجزائر راني مغتربه هذا مكتوب ربي اللي جابنا لهذه البلاد مي ماشي راح ننساو عاداتنا وتقاليدنا. يعطيك الصحه صراحه والله حسينا انه يعني بيت جزائري بامتياز. طيبتي كثر خيرك. يدك بنينه كمان ربي يحفظك. شكرا شهاده اعتز بها. يدك بنينه كل شيء كان رائع كل شيء كان من الدنيا. شكرا حبيبتي وان شاء الله يا ربي ما تكونش اخر مره ان شاء الله تزورينا في العيد. اكيد رحبوا في يعني ذوقك الكاطو تاعنا في العيد. ماما انا شوفي اجواء اي مناسبه دينيه نديرها في الغربه سواء عيد مبارك العيد الكبير كما احنا نقولوا تاع الاضحيه المولد النبوي الشريف رمضان كامل ندير لهم مناسبات. ما حتى في الغربه نحب نديرها وهذا الشيء يا ريت كل الجاليه الجزائريه تعود ولادها واش هو رمضان واش هو العيد ما تكونش عندها ديك البروده. صح فهمتي خاصه انه يعني تخرجي برا المطاعم مفتوحه الناس فاطمه ما كاينش اجواء ما كاينش اجواء بصح نحاولوا في الدار نخلقوها. ما كي شفتي انت تخرجي برا ما تلقاي والو تغير كل الحوانت حالين المطاعم حالين بصح كي تدخلي عندي تشمي ريحه رمضان تشمي ريحه الشوربه ريحه البخور هذاك تاع تشمي ريحه التاي تحسي باللي صح راكي في بلاد الجزائر. يعطيك الصحة. في هذه المناسبة حبيت نقول لكامل الجالية الجزائرية صحة رمضانكم إن شاء الله تصوموا بالصحة ولهنا ولكل الأمة الإسلامية. وحبيت ندير تحية خاصة للناس بوسعادة. شكرا اللي جيتوا لعندي ومرحبا بكم نورتوا البيت تاعي وحسيت برمضان فيه بنا. يعطيك الصحة ربي الله يسلمك حبيبتي الغالية ونتحي كامل الأمة الإسلامية بمناسبة رمضان الكريم. يعطيك الصحة أمال. شكرا على كرم الضيافة وكل عام وانت بخير. شكرا حبيبتي ربي يحفظك. من هذا البيت البسعادي الدافئ بمدينة ليلى الفرنسية تنتهي حلقتنا لليوم. نعطيكم موعد جديد وحلقة جديدة من ريحة البلاد. صوموا بالصحة ولهنا كل رمضان وانتم بألف خير.